والاستشاري التربوي الأسري التربوي والدكتورة أسماء موسى. عشان ولادي او حبايبي ليلى ومنى فبقولي وبرضه لحضرتك ان انا ببقى سعيده جدا ان انا موجوده. مبسوطه جدا ان في شباب بيقدر ان هو يقف ويعبر وان هو يقول على حاجه حتى لو مش وجعان من جوه، ومجرد ان هو بيكتب ويعبر دي موهبه جميله جدا. بس عايزه اقول لكم حاجه بسيطه، كفايه شجر. يعني انا عايزه اسمع حاجه تديني امل، تديني حب، احساس بالحب، تديني احساس ان الدنيا لسه فيها حاجه جميله. يعني ازاي احنا قاعدين كل واحد جواه وجع؟ بس انا جوايا وجع بلاش تدوس قوي عليه. تعالوا بقى يعني نبدا حاجه جديده، نكتب اديني امل، قولي الدنيا حلوه، قولي انا عايش قصه حب حلوه. وعلى فكره الحب مش ما بين رجل وامراه، غلط، الحب مش رجل وامراه. وجودي النهارده حب ليكوا، وجودي النهارده انا جايه عشان ده حب، وجودي ان انا ببقى موجوده في اي مكان ان انا اشجع ولادي ده حب، وجود صحابي جنبي مني في اي حاجه انا بعملها حب، وجودي وانا بحضر الاكل لاولادي حب، وجودي جنب جوزي وانا بسنده ده حب. فكفايانا حزن، يا ريت نبدا ونعبر عن الحب، كفايه حزن. ميرسي جدا لوجودي معاكم، واتمنى ان احنا نتلاقى.